شوف انا بوحدي في الدار كنعس بوحدي ما معايا حتى حاجه ولادي كبادي مشاو ناخذ راحت كنتوما في هاد الدار اللي فهاد التحدي وكيشجع على العقوق كيشجع على العهر وتعدى وكيزيد يدير محاولات اخرى راكم شايفين كلشي بعينيكم الله ياخذ الحق ربما نموت على فلا ربما تجيني شي حاجه قضيتي في يديكم تابعوا حيت انا متيقنه منه حيت انا غنمشي عند الله وغنتحاسب عند الله ولكن انا خليت لكم الوصيه ديالي ماشي حيت غادي غادي زعما راني غادي نموت على موت مهنيه راهي لا انا خديت هنا في الدنيا انا غنكون ميته وغنرتاح والله العلي العظيم الى ربي اللي عالم عليا وعالم على قلبي وعالم على هادشي اللي كنمر منه ماشي انا غير بوحدي واخا ولاو كيعاونوني العائله وكيعاونوني كتعاوني الاستاذه ولاو كيعاونوني مساعدين في الخفاء كنشكرهم بزاف راه شوف انا بوحدي في الدار كنعس بوحدي ما معايا حتى حاجه ولادي كبادي مشاو عندي جوج ولاد صغار دابا مهدده بيهم يمشيو لي ما شاء الله.